لمناقشة النفوذ الإيراني في سوريا وتداعياته والتعزيزات العسكرية التي أرسلها إلى قرى بجانب منبج، ينضم إلينا عبر سكايب من هاتاي الباحث في الشأن الإيراني مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، مرحبا بكم. يعني بداية، ما طبيعة أهمية التعزيزات التي أرسلتها إيران إلى ريف حلب الشرقي وقرب منبج تحديدا؟ تحياتي لك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن تلك التعزيزات تأتي في إطار عمليا في تزويد تلك الفصائل المقاتلة التي تنضوي تحت ذراع الأذرع الولائية بشكل عام المتواجدة على الجغرافيا السورية. من تلك الميليشيات هي ميليشيات، البعض منها عراقية، كذلك أيضا أفغانية، وكذلك هنالك عدة جنسيات مختلفة تقاتل إلى جانب النظام السوري، وهي ميليشيات مقربة جدا من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي يدير كافة العمليات العدائية في هذه المنطقة. نعم. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبيعة دخول هذه الميليشيات إلى منطقة أو مدينة منبج بوجه التحديد، وصولا إلى الطرق الغربي، عفوا غرب الفرات. نعم. هذه المنطقة ربما هي يعني بشكل أو بآخر هي تحاول تلك الميليشيات من أجل فصل هذه المنطقة عن الطرف الآخر من شرق الفرات. عمليا هي تحاول محاصرة هذه القوات الكردية المتواجدة في هذه المنطقة بوجه التحديد، قوات سوريا الديمقراطية ذات الولاء أو ذات المنطقة ذات النفوذ الروسية. لذلك أعتقد أنه في حال يعني نجحت تلك الخطة وعمليا نجحت في عمليا في إنجاز هذا الحزام الأمني الكبير والمصد الذي يمتد لحوالي قرابة 35 كيلو متر يعني في هذه المنطقة بمحاذاة نهر الفرات، أعتقد بأن ستكون له تداعيات خطيرة حتى على المنطقة، كذلك أيضا ربما قد يساهم بشكل أو بآخر عمليا في يعني إيصال مزيد من الأسلحة. ربما بدأت بصواريخ قصيرة الصواريخ البالستية قصيرة المدى من خلال عمليا تهريب بعض المحركات الصواريخ التي يتم استيرادها من طهران، أو يتم تزويد الفصائل المقاتلة الموالية لإيران بهذه المنطقة من أجل عمليا هي الضغط على الولايات المتحدة، سواء كان من خلال الملفات العالقة إما الملف النووي أو البالستي. نعم. أو حتى ملف المسيرات. طيب أستاذ مصطفى، إذا يعني ما أتينا على القصف الإسرائيلي، الوجود الإيراني في سوريا يعني كان حاليا كما كان سابقا لم يتغير شيء، إذا ما دلالات وأهداف القصف الإسرائيلي لهذه الميليشيات؟ ما الذي تريده إسرائيل تحديدا؟ إسرائيل ما زالت تستخدم ذات الاستراتيجية السابقة، وهي سياسة جز العشب، والتي من خلالها يعني تم استهداف بعض القوى الإيرانية المتواجدة على الجغرافيا السورية، وبنفس التوقيت هي تحد من قدرة تسلح هذه الميليشيات، سواء كان من خلال هذه الصواريخ البالستية التكتيكية التي يتم تزويد بها الميليشيات، وهذا ما حصل مؤخرا، سواء كان من خلال استهداف القافلة التي كان من المفترض أو كانت تعلن طهران بأنها يعني محملة بالوقود، بينما في حقيقة الأمر هنالك معلومات تشير إلى أنها هنا تحمل صواريخ أو محركات لصواريخ بالستية يتم تزويد بها الميليشيات. نعم. كذلك أيضا على الضفة الأخرى، إذا ما ذهبنا باتجاه البحر، هنالك استهدافات متكررة للقوافل أو لشحنات الأسلحة القادمة عبر البحار، وذلك أيضا عن ذات ضمن ذات الاستراتيجية، وهي عمليا يعني نقل النفط، يعني السفن أو المحمله بالنفط التي قادمه الى سوريا كان. نعم. يتم تزويد يعني نقل من خلالها صواريخ ومحركات صواريخ، وتم استهدافها بشكل مستمر. لكن الى متى يعني تستخدم ايران هذا الاستنزاف للخصوم؟ يعني الجانبين هنالك تنافس ما بين كل من الجانب الاسرائيلي والولايات المتحده، عفوا الجانب الايراني للسيطره والنفوذ على المنطقه. ربما الولايات المتحده دخلت مجددا على الخط، وهو وصول يعني عندما نتحدث عن منطقة عمليات هنالك مناطق نفوذ متعددة في سوريا، يعني على سبيل المثال هنالك مناطق شرق الفرات تديرها الولايات المتحدة، أو المنطقة الشرقية عموما تديرها الولايات المتحدة، والمنطقة الجنوبية من سوريا وصولا المنطقة الوسطى، كذلك أيضا باتجاه المنطقة الساحلية يديرها سلاح الجو الإسرائيلي، بمعنى آخر إضافة إلى الجانب الروسي طبعا وبالتنسيق مع الجانب الروسي. لكن اللافت في الأمر هو وجود طائرات استطلاع من طراز أوكس أمريكية ما زالت متواجدة في الأجواء منذ يعني قرابة الشهر حتى هذه اللحظة، يعني بمعنى آخر هذه رسائل الردع لكافة الأطراف أو الخصوم المتواجدون على الجغرافيا السورية ما زالت مستمرة لكافة الأطراف، وحتى تحليق تلك الطائرات فوق قاعدة حميمين هي رسالة إلى الجانب الروسي. أيضا هنالك ضغط من خلال تلك وجود تلك الطائرات أو المسيرات التي تقوم برصد كافة التحركات، سواء كان عمليا في تصوير يعني
الصواريخ التي يتم سحبها من سوريا. هنالك معلومات ايضا اشارت الى سحب منظومات دفاع جوي من طراز S-300 من مناطق سيطره النظام الى الجانب الروسي، ومنها الى المشاركه في الحرب الاوكرانيه. بمعنى اخر ان الضغط الكبير الذي تتكبده روسيا اليوم سيملا فراغه هو الجانب الايراني، رغم ان هنالك ايضا معضله في الداخل الايراني، هنالك ازمه داخليه حقيقيه ربما قاربت اليوم، نحن نتحدث عن قرابه الشهرين، وما زال النظام الايراني يستخدم ذات الاستراتيجيه هي عمليا تصدير ازماته الى الخارج عبر استخدام الاذرع الولائيه متعدده الجنسيات للعمل في مناطقه التي من المفترض ان يكون له سيطره فيها. وهنا نتحدث عن 4 عواصم، العراق ربما هي احد اهم البوابات والركيزه الاولى التي تنطلق من خلال هذه الميليشيات وتنتقل منها الى سوريا ولبنان، كذلك ايضا المحور الاخر وهو محور البحث من خلال تزويد ميليشيا أنصار الله الحوثية وبدورها التي تقوم أيضا باستهداف المملكة العربية السعودية واستهداف قوات الشرعية أيضا بشكل أو بآخر، هي عملية تضغط على مصالح الولايات المتحدة. طيب أستاذ مصطفى، عملية تكرار القصف الإسرائيلي على الأذرع إيران في سوريا تحديدا، بنظرة مستقبلية هل نتوقع توسيع العمليات وذلك من أجل إنهاء قواعد إيران خاصة في شمال وجنوب سوريا، تتوقع ذلك؟ نعم، لا شك أن العمليات العسكرية ستستمر، لكن عمليا نتحدث عن يعني ذات الاستراتيجية ما زالت هي عملية سياسة جز العشب، ما زالت تستهدف فائض القوة، تستهدف التمركز أو إعادة تمركز تلك الميليشيات. يعني هنالك معلومات تشير إلى أن هنالك ميليشيا، يعني عدد كبير من ميليشيا حزب الله اللبناني متواجد في منطقة القلمون أو على الشريط الحدودي ما بين سوريا ولبنان بشكل عام. هذه المنطقة أو الجبال الوعرة المتواجدون فيها اليوم ينسحبوا باتجاه حلب، بمعنى آخر أنهم خشية الضربات الإسرائيلية. لكن عمليا عندما نتحدث عن حجم عمليات وتبادل للمعلومات والطائرات المسيرة، الطائرات المراقبة أوكس وغيرها من الطائرات السرب 122 نحشون إيتام، وكذلك أيضا يعني مجموعة من يعني الطائرات الإسرائيلية التي تقوم برصد الأجواء السورية بشكل مستمر، يعني نتحدث عن شبه يومي هنالك عمليات استطلاع وسطع جوي تجريها القوات الأمريكية وكذلك أيضا الجانب الإسرائيلي لمناطق عمليات الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات. وعمليا عندما نتحدث عن مقاطعة تلك المعلومات، يعني عندما نتحدث عن ضربة منطقة البوكمان واستهدافها من قبل إسرائيل، من المؤكد ان هذه العمليه تم رصدها من قبل الولايات المتحده، وتم ايصال هذه المعلومات الى الجانب الاسرائيلي، وبدوره الجانب الاسرائيلي قام باستهداف. لكن هنالك العديد من عمليات الاستهداف التي تنسب الى مجهولين، والطرف الاخر لا يعترف سواء بالخسائر وحتى المستهدف، لذلك ما زالت يعني الطرفان يلجأ الى سياسه الصمت الاستراتيجي من اجل تحقيق اعلى مكتسبات في هذه المعركه او العمل ضمن حرب، يعني الحرب ضمن الحروب الدائره في سوريا. استاذ مصطفى، يعني ماذا عن فرص تدوير نظام الاسد، خاصه ان بشار الاسد يتعرض الى ضغط كبير من خلال الضغط الكبير الذي يمارس من قبل المجتمع الدولي على روسيا وايران؟ ربما تحاول، يعني هناك عده محاولات من قبل جامعه الدول او بعض اعضاء الدول، يعني الدول العاملين في جامعه الدول العربيه، وبوجه التحديد المحور الذي ينتمي لمحور المقاومه الممانعه او محور ايران بذات يعني بالتحديد، يحاول بشكل او باخر اعاده تدوير النظام السوري من اجل يعني تحقيق مزيد من المكاسب ويعني المساهمه بشكل كبير في اعاده تموضع ايران بالقرب من مياه البحر الابيض المتوسط، وذلك من اجل استكمال هذا المشروع او الهلال الذي تحلم به طهران، وبناء بدايه يعني اولى الخطوات الامبراطوريه الفارسيه وسيطرتها على المنطقه العربيه. لكن حقيقة الأمر هذا غير معقول إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ما يجري اليوم هنالك دفع كبير من قبل يعني جامعة الدول العربية بوجه التحديد المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا جمهورية مصر العربية ترفض أي عودة للنظام السوري دون تحقيق أهداف أو دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من خلالها تم فصله أو التي تم فصل سوريا أو إلغاء منصب سوريا في جامعة الدول العربية، وهو مشاركته في الجرائم وكذلك استخدام المقاتلين الأجانب، كذلك أيضا تحقيق مقررات مجلس الأمن، يعني نتحدث عن قرار 2254
الذي لم يتم يعني حتى هذه اللحظه لم يتم تنفيذ جزءا منها او اجزاء منها، وكذلك ايضا افراج عن المعتقلين. هنالك مجموعه من الملفات الشائكه النظام السوري لم يعمل على حلها، بل على العكس ما زالت يعني ما زال النظام السوري يستقدم مزيد من المقاتلين، حيث بلغ عدد المقاتلين الاجانب في سوريا الموالين للنظام السوري قرابه 100,000. بمعنى اخر ان النظام السوري ماض في عمليته، كذلك ايضا على الطرف الاخر ماض في عمليه تهريب المخدرات، وكذلك ايضا تهريب الاسلحه وصولا للضغط على المجتمع الدولي لاجل تحقيق مزيد من الاهداف للجانب الايراني. عبر اسكاب من هاتاي الباحث في الشان الايراني مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لكم.